تتمتع منطقة باجا في كاليفورنيا بشريط ساحلي يزيد طوله عن 4000 ميل. على امتداد هذه الحدود الصحراوية الرطبة من السهل أن تجد أخطبوطا، حيوان خيار البحر أو قنديل البحر. سافرنا إلى بحيرة سان إغناسيو لنلقي نظرة خاطفة، وإذا كنا موفقين فقد نلمس الحيتان الرمادية. قبل 100 عام مضت اعتاد صيادو الحيتان الذين كانوا يجوبون ساحل باجا كاليفورنيا أن ينسلوا في المياه الساكنة لبحيرة سان إغناسيو ويذبحوا المئات من الحيتان الرمادية. تلك المخلوقات تعرضت لكثير من الأخطار حتى أوشكت على الانقراض. باجا هي المكان الأنسب لها، حيث الساحل وعر وفيه العديد من الخلجان الصغيرة، وهو ما تفضله الحيتان الرمادية كثيرا. وهذا أمر جيد بالنسبة لنا أيضا، حيث نستطيع الانسلال في البحيرة والاقتراب من تلك المخلوقات الوديعة. في منتصف المسافة أسفل ساحل المحيط الهادئ لباجا يتموضع النتوء الكبير لشبه الجزيرة، وجنوبه بالضبط تقع البحيرة المسماة سان إغناسيو. تبدأ رحلتنا في سان دييغو في ألتا، أو ما يسمى بكاليفورنيا العليا. هناك 3 طرق للوصول إلى بحيرة سان إغناسيو، عن طريق البر أو البحر، ولكن الطريقة الأسرع هي السفر بالطائرة، ولكن ليس على متن طائرة نفاثة. ممرات الهبوط الترابية هي السائدة في باجا، وبحيرة سان إغناسيو ليست استثناء. طائرة DC-3 هذه نقلت الجنود في اليوم الأول للهجوم أثناء الحرب العالمية الثانية. كانت الرحلة متخبطة كما هي الآن، لكن الطائرة لا تزال الحل الأمثل لنقل عدد كبير من الأشخاص، بما فيهم مجموعة أصدقاء محبي الحيتان هذه. لكننا لا نقوم بالقفز من الطائرة، إن رؤية باجا من الطائرة هي تجربة فريدة. تستطيع التجوال ولديك الفرصة للتحدث مع أصدقائك، خصوصا أولئك الذين يستطيعون أن يرووا لك الكثير عما تشاهد. لم أقابل أحدا يعرف عن الحيتان أكثر من عالم الثدييات يار بيترسون. إنه ليس فقط على دراية بالحيتان، ولكنه أيضا يعرف أين تعيش، بما في ذلك الحدود الرطبة لصحراء باجا كاليفورنيا. عندما خرجنا من الطائرة عرفنا على الفور لماذا كانت الرحلة متخبطة. إنها الرياح. لن يكون بمقدورنا الذهاب لرؤية الحيتان اليوم، ربما سنقوم بمشاهدتها غدا، إننا نظن أنها هناك. عند الفجر هدأت الريح من زوبعة هائجة إلى مجرد عاصفة. سارنا للانتقال من مقرنا المؤقت بالقرب من ممر الهبوط إلى معسكر الحيتان عند مدخل سان إغناسيو. سنصطف وننقل الأغراض فيما بيننا. الجو عاصف بما يكفي لأن تطير قبعتي، لكن ليس لأن يقذفني الهواء في الماء كما آمل. لدي الكثير من الأثقال. أريد أن أكون على معرفة بهذا النوع، أن أرى الحيتان وألمسها وأنظر في عيونها. أعتقد أنها ستكون قريبة جدا وأضخم مما أظن. عدا ذلك لا أدري، اسألني ثانية بعد غد. لقد قدمت بالطائرة البارحة من لندن إلى سان دييغو، سأعود إلى وطني الأسبوع المقبل. هذا أشبه بالتخييم، لأنه إذا أصبح عصريا لن يكون محببا. لطالما أعجبت بالحيتان، ويبدو هذا المكان رائعا للزيارة ومشاهدتها والتعلم عنها من شخص خبير. إنها رحلة شاقة ولكننا نقوم بها. إنها في الحقيقة مثيرة قليلا،
إنها مغامرة شيقة وأظن أنها لن تنتهي حتى نعود إلى غرفنا في الفندق. قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع. جميعنا متحمسون لرؤية الحيتان، لذلك انطلقنا بالسرعة القصوى. السرعة الأفضل للعثور على الحيتان هي فوق سرعة المشي بقليل، ربما بسرعة أقل من 6 أو 7 أميال في الساعة. سرعتنا هذه لا تثير انتباه الحيتان بل الدلافين. إننا نحظى بها دائما هنا، لكن أحيانا نكون منهكين قليلا، ولكننا دائما نحظى بها هنا. أنت في بونتا بيدرو، وهي أفضل مكان في العالم لمشاهدة الحيتان الرمادية من البر. إن الحوت الوحيد الذي يأتي حقيقة إلى بحيرة سان إغناسيوس هو الحوت الرمادي، وهو يأتي إلى هنا كي يلد ويربي صغاره لشهرين أو 3 من بداية حياتها. كذلك تأتي الحيتان البالغة لتتزاوج في بحيرة سان إغناسيو، وهكذا تجد ما يشبه تجمعا للحيتان الرمادية، وهي واحدة من بحيرات عديدة على امتداد ساحل المحيط الهادي لباغا. على الجميع أن ينام في وقت ما حتى الحيتان. أتساءل فيما إذا كانت تحلم بنا كما نحلم نحن بها. إنها أضخم مما نحن عليه، لذلك لا نريد أن نفاجئها باستعجالنا. يعرف النوتي متى يقترب ومتى يبقى بعيدا عن تلك المخلوقات الوادعة، وكذلك الأطفال الذين يتعلمون في سن مبكرة عن الحيتان. في بحيرة سان إغناسيو هنالك الكثير لتعلمه، في الماء وعلى طول الشاطئ. هذا أرنب بحر وحشي، هي عادة ما تتواجد في المياه الأكثر عمقا، ولكن الريح التي واجهناها قذفتها قليلا على الشاطئ وتراجع المد، وها هي خارج الماء على اليابسة. وعندما تستثار فإنها ستنفث هذا الصباغ الأرجواني الداكن، إنه حبر كما يفعل الحبار تقريبا، إنه أكثر من أرجواني. أترى؟ ليس لديها أصداف، إنها رخوة مثل البزاقات أو الحلزونات البرية غير ذوات الأصداف. وهكذا فإن لديك مجموعة كاملة منها، وهذه واحدة من أكبر عاريات الخيشوم. انظر إلى دفقات اللون الأرجواني، إنه يبدأ بالتحرك، المد يتراجع. لدينا الكثير الآن من أرض المد الطينية هذه التي تتكشف، فلنلقي نظرة على بعض الطيور التي نراها. الكبيرة منها هي طيور كروان طويلة المناقير، وهي ذات منقار مقوس يبلغ طوله في الواقع حوالي القدم. ستراه يقوم بسبر الأرض داخل الطين بشكل جيد حتى تصل إلى وجهه. ما تحصل عليه في ذلك العمق هو الدود والسرطانات الخارجة من حفرها الموجودة في الأسفل. إنها ذات قدرة على الوصول لذلك المستوى حيث لا يستطيع الآخرون أن يصلوه، وهكذا فهي تستفيد من وسيلة غير متوفرة لبعض طيور الشاطئ الأخرى. هناك ما يشبه الكماشات في الطرف، حيث تستطيع أن تمسك وتسحب هذه الدودة خارجا أو السرطان الصغير أو غير ذلك. لديها ما يشبه الملزمة المعدنية، ملزمة صغيرة دقيقة لأن الحفر ضيقة جدا. النورس الكبير الذي تراه هناك هو نورس غربي، إنها من أكثر أنواع النوارس شيوعا. تستطيع رؤية الحوت يلهث فوق الأراضي تماما لأنه يتوجه إلى هناك. من الممكن للأخطبوط أن يصبح ضخما، ستجد الأصغر سنا هنا، عادة ما يكون الأكبر في القناة الأعمق. هنالك توجد سلاسل صخور تحت الماء وأشياء أخرى مشابهة، حيث تستطيع أن تعيش هناك. هيا
إنها دفقات نفاثة. هذا جيد، سيتوقف. في واقع الأمر إن الحيتان الرمادية هي حيتان من القطب الشمالي، تعيش في أعالي القطب الشمالي في بحر بيرنغ وبحر تشوكتشي. إن الماء الآن بارد بشكل كبير جدا، هناك شتاء. وبالطبع سيغطى البحر بالجليد، وستكون المياه باردة جدا بحيث لا تتحملها صغارها، لأنها عندما تولد تكون طبقة الدهن لديها رقيقة جدا. لذلك تهاجر الحيتان مسافة 5000 ميل من أعالي المحيط الشمالي نزولا إلى هناك. إنها بجانبنا الآن تماما، ها هي الأم تصعد للأعلى، للأعلى، حسنا. ها هو صغيرها، كان ذلك رائعا. إنها تذهب إلى أسفل القارب تماما، لقد مرت للتو من الأسفل إلى الجانب الآخر. ما تزال هنا، الأم تصعد للأعلى. إنه الحوت نفسه. عندما تأتي إلى بحيرة سان إغناسيو يجب أن تكون مجهزا، ليس فقط بسترة النجاة، بل تحتاج إلى سترة وبناطيل وصنادل مقاومة للماء لأنك ستتبلل. من الجيد إحضار كاميرا ومنظار، وعليك تعلم كيفية استخدام يديك لاستدعاء الحيتان. بحيرة سان إغناسيو محمية جيدا، فمداخلها ضحلة جدا بحيث لا تستطيع الحيتان الأخرى الدخول إلى هنا، مثل الحوت القاتل الذي يعيش على افتراس الحيتان الرمادية. وهكذا فالحيتان الرمادية محمية هنا إلى حد كبير، خاصة عند الولادة فصغارها محمية. الصغار سيكبر حجمهم أكثر من الضعف خلال وقت بقائها هنا قبل التوجه شمالا. إن الأمر لا يجري دائما بهذه السرعة عندما تبحث عن الحيتان. لقد أصبحنا جائعين ويجب تناول الطعام، يمكن للحيتان أن تنتظرنا قليلا. بينما ننتظر الغداء يأخذنا يار إلى ساحة العظام. عظام طويلة حقيقية موجودة هنا. لدينا هنا فك سفلي لحوت رمادي، وهي ضخمة إلى حد كبير وثقيلة جدا عندما توقفها منتصبة للأعلى. كم هي طويلة؟ نعم، انظر إلى ذلك، هذا البرج الذي يعلوك بأكثر من 4 أقدام. وهكذا تستطيع الاستلقاء بسهولة داخل فم حوت رمادي دون ما أي مشاكل مهما كانت. الثدييات البحرية الأخرى التي نجدها هنا في بحيرة سان إغناسيو هي الدلافين، وللدلافين أسنان عادية كالأوتاد. الدلافين هي حيتان من ذوات الأسنان، وهي الأصغر، وهي فصيلة مصغرة من الحيتان ذوات الأسنان. ثم الحيتان الأخرى هي حيتان البالين، وبدلا من الأسنان لها عظم للفك، وعظم الفك هو مادة مشابهة للأظافر. وهكذا فما يفعله حوت البالين هو أخذ جرعة من الماء أو الطين أو من أي شيء يقتات به، وفمه مفتوح ثم يغلق فمه. وعندها فإن أسفل عظم الفك يضغط على الفك السفلي، ولديه لسان منتفخ حقا بحيث يدفع كل ذلك الماء خارجا كالمكبس عبر عظم الفك، وبهذا يتدفق خارجا ويلتقط جسم الفك هذا كل مواد الطعام الصغيرة، اللافقاريات أو الأسماك الصغيرة. يتدفق الماء خارجا ثم تنظف عظم الفك هذا تماما بلسانها وتبتلعها، ثم تتوجه باحثة عن جرعة أخرى لتصفيها مرة أخرى بشكل فعال تماما. ترى الكثير من الدلافين هنا مختلطة مع الحيتان الرمادية، إنها تبدو أشبه بالدمى مقارنة بهذه الوحوش الكبيرة، وتزن ما يقرب من 600 باوند، ولكن هذا لا يقارن بال30 أو ال40 طنا التي تزنها الحيتان الرمادية.
الحيتان الأخرى: الحيتان البالغة والحيتان التي تبلغ سنة من العمر، والحيتان البالغة الأصغر التي لم تتكاثر بعد تنحدر أيضا إلى هذه البحيرات، وهي تعيش هنا أيضا. وأثناء تفحصك للماء هنا قد ترى أحيانا قفزة السباي هوبينج، حيث يصعد الحوت ببطء ورأسه للأعلى ثم يعود منتصبا للأسفل. إننا لا نعرف حقيقة ما الذي يفعله. الاعتقاد السائد أنه ربما يحدد اتجاهه، ولكن العين غالبا لا تخترق الماء. الوثب من الماء هو سلوك آخر تراه غالبا هنا. تفعل هذا عادة الحيتان البالغة، رغم أني قد رأيت حيتانا فتية تقوم بنصف قفزة. تتجمع الحيتان البالغة هنا أيضا، سترى الكثير من حالات التزاوج. تعتبر الحيتان الرمادية متحابة وهي ليست متصارعة، لأن الذكور لا تتقاتل فيما بينها، إنها فقط تحاول أن تتسابق في التوضع. يستطيع المرء أن يحصل على الكثير من مجرد مشاهدة تزاوج الحيتان الرمادية الضخمة. أشجار المانغروف الممتدة عبر البحيرة لها تأثير مهدئ. هنالك ثلاثة أنواع منها: المانغروف الأسود، والمانغروف الأبيض، والمانغروف الأحمر، في بيئة واحدة. أساس النباتات هنا من منشأ بحري، وهي دائمة الخضرة، لكن أوراقها تتساقط، ويقدر أن فدانا من شجر المانغروف يمكن أن يسقط ثلاثة أطنان من ورق الشجر في سنة واحدة، وهذا يشكل موردا غنيا لكل أنواع الحيوانات الأخرى التي تعيش في المنطقة. لدينا عدد من طيور زمار الرمل الأمريكي، وهي رمادية ذات منقار داكن وجسم أبيض، وهي رقيقة عندما تطير. تتجول في المكان كأنها تسبر الأرض بمنقارها الذي يغوص عميقا للأسفل، حيث تصبح وجوهها مقابل الطين تماما. انظر إلى طائر البلشون المائل للحمرة. إذا أمعنت النظر في أشجار المانغروف تلك فإنها تبدو مثل البحر، وإذا تحركنا قدما واحدة أعلى منها على مستوى البحر الأعلى حظينا بموطن بيئي مختلف تماما. فهناك النباتات الصحراوية التي تتحمل الملوحة، هذا الاختلاف الصغير يعكس التنوع البيئي. نحن في عالمين بيئيين مختلفين. نحن هنا على حدود شجر المانغروف وقد بدأنا برؤية بعض الكثبان، وفي واقع الأمر إن شجر المانغروف يغزو الكثبان إلى حد ما، عشبة البيكل والألينروثيا وغيرها. خلفنا هناك قطعة أرض انحسر عنها المد مؤخرا، ولا توجد فيها أي حياة نباتية على الإطلاق، وهي تصبح جافة أكثر فأكثر. إن هبوب الرياح من اتجاه ما ثم من اتجاه آخر يكدس الرمل في جبل رملي كبير قد يفوق ارتفاعه 200 قدم. يتوجب عليك استخدام عينيك هنا كثيرا. عند مصب النهر نبحث باستمرار عن الطيور عند أشجار المانغروف. لابد أن يكون بصرك ثاقبا. عندما نغادر مصب النهر سنقوم بالبحث عن الحيتان بواسطة عيوننا. إذا أراد أحد الحيتان أن يتفاعل معك فإنه يأتي مباشرة إلى المركب وسيسمح لك بلمسه وبأن تربت عليه، وهو يقرر متى يفعل ذلك. وفق التقديرات العلمية لا يوجد مكان آخر في العالم في البراري يستطيع الناس فيه أن يحظوا باتصال جسدي مباشر ومتكرر مع الحيتان. قبل 100 عام كان صيادو الحيتان وصيادو السمك يفزعون إن أحاط بهم 3 أو 4 وحوش تزن 30 أو 40 طنا.
اعتاد صيادو السمك أن يعتبروا الحيتان مخلوقات مزعجة لأنها كانت بطريقة ما تخرب شبكات صيدهم أو خيوطهم عندما يصيدون. كان هذا منذ أكثر من 25 سنة عندما استطاع أحد ما أن يحتك بواحد من الحيتان الرمادية. هنا في لالاغونا حوت يصدر ضجة. كان هنالك صياد محلي يعيش في لالاغونا. كان في يوم ما في قاربه عندما رأى حوتا يقترب منه، وكان يطفو ويغوص يطفو ويغوص. ثم تجرأ الصياد ولمس الحوت بيده. يمكننا أن نقول إنها كانت بداية لتجارة جديدة ورابحة، لأن هؤلاء الأشخاص أحضروا المزيد من الناس إلى لالاغونا، وكانوا يتحدثون عن احتكاكهم بحوت ودود. أصبح الصيادون أكثر اهتماما برحلات مراقبة الحيتان. قبل 100 سنة كانت الحيتان الرمادية على وشك الانقراض، لكنها استعادت تعدادها كما كان قبل صيدها. إن صيادي السمك والحكومة المكسيكية وفرق الإنقاذ يؤكدون للذين يريدون أن يجتازوا الصحراء إلى بحيرة سان إغناسيو أن الحيتان الرمادية تتزايد، وهي الآن غير معرضة للأخطار في البحيرة.